الجمعة المشؤومة كانت ساحة بورقيبة القلب الذي تنبض به العاصمة التونسية، لكن الحالة لم تعد كذلك، فالشارع التونسي لم يستفق بعد من صدمة الهجوم الإرهابي على منتجع سياحي بسوسة. يحصل إجماع هنا على أن حادثة باردو كانت قاب قوسين أو أدنى من النسيان، لكن زلزال سوسة أربك الدولة والشعب والساسة والحكومة. جلال مناد، زير نيوز، تونس.